بيهم سليه عطر علينا تراث عمان اللي فضانا مرحبا به والحن راقبين يوابه سنيار موجه منه والمراكب ناشلات مراكب التراث العماني دائما ناشلات الاعلام وناشلات الاشرعه اشرعتنا مكتوب عليها قديم البريسم وايضا قديم البريسم يرحب فيكم يرحب بالحضور اللي موجود معانا على مسرح حصن الفليج ويرحب فيكم اعزائي المشاهدين ساعه ونصف من الاثاره والتراث العماني الخالد ويا هلا فيكم يا مرحبا العين والراس برنامج قديم لبريسن تحية خاصة لجمهورنا الكريم اللي مشرفنا الليلة واللي منور حصن الفليج يا هلا ومرحبا فيكم وأطيب تحية وأحلى مساء عليكم وتحية معطرة بعبق الماضي لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم ويا مرحبا فيكم برنامج قديم لبريسن طبعا فاصل وراجع لكم رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين والحضور اللي معانا طبعاً على المسرح واللي منورينا بهالليلة رجعنا لشرح بعض الفقرات اللي متواجدة معانا وأيضاً بعض الفقرات راح تشرحها طبعاً زميلتي عايشة معانا فقرة الضيف معانا أيضاً فقرة فرقة راح تأدي وصلاتها الغنائية واليوم فرقتنا أكيد راح تمتعكم على نغمات المسيندو والكاسر والرحماني معانا أيضاً اللغز ومعانا فقرات أخرى عايشة معكم أعزائي المشاهدين لمدة ساعة ونص نبحر فيها عباب التراث العماني من خلال فقراتنا المتنوعة طبعا معنا مسابقات ما ننسى طبعا جمهورنا الكريم اللي مشرفنا الليلة في العديد من الجوائز العديد من الأسئلة نتمنى أنكم حاضرين ويانا وتكونون مستمتعين معنا فقرات برنامجنا خليكم ويانا ورجي لكم ايه والموي ايه مالا ايه تام بيه بيكثر عليك احوال حد يستميلك ولد وحد يستميلك خال جايب من الكويت صوره ويات ميامرة انا جبت شوف الهن سافر بنا علت تمهل يوصقر سافر بنا علت تمهل يوصقر واللي علينا ملخسر بنسلمه النوخضه يلي على هم السفر يبرز حباله ويدعى شرعه والمه والنوخضة يلي على هم السفر يبرز حباله ويدعى شرعه والمه النوخضة معانا اليوم صالح السناني نقول له مرحبا صالح يا حي وسهلا سالم كيف حالك انت بخير الله يسلمك الله يعطيك الخير ان شاء الله حي. يا مرحبا وسهلا الله يعطيك العافية علوم صالح تسلم ودوب خبر مشي يا مرحبا در. عندك مشي معالم بهو يا مرحبا حياك الله حياكم الله متولم مسافرين مسافرين حسن. مسافرين نعم زين قبل ما نسافر وما نقلع بس بنلغز للمشاهدين تبلغز بنعطيهم لغز تفضل وبرد لك تفضل زين اعزائي المشاهدين معانا هذه لغز ويقول صالح تفضل وحنا نتفضل يقول على النبي صلينا وخلصنا العمل على النبي صلينا وخلصنا العمل يا ربي يا فاتح بواب مغلقه عن ماشين يمشي ولايل له رجل بين السماء والأرض وشمس الشارقة عن ماشين يمشي ولايل له رجل بين السماء والأرض وشمس الشارقة هذا السحاب ولا القلم ولا السفينة السحاب ولا القلم ولا السفينة طبعا هذه الحلول تجاوبونا على العنوان التالي اللي مبين أدنى الشاشة نعود لصالح صالح مرحبا بك النوخضة يلي على هم السفر يفرد حباله ويدعى شرعه والمه يفرد حباله ويدعى شرعه والمه والمه حبالك نعمو نعمو حياك انت حكى تفضل صالح من وين من ولاية قريات من قريات نعم راعي بحر راعي بحر راعي بحر راعي بحر ارتبط بالبحر منذ الصغر صالح أنا حقيقة ما سافرت ما سافرت لا ما سافرت ما سافرت لكن أطلع كذي جوال في البحر أطلع جوال في البحر عبرت في الغبة مشيت بعيد مشيت بعيد بعيد, بعيد يروع مشيت. البحر بحر فيه روع فيه روع بحر فيه روع طبعا اللي ما يعرف يسبح واللي ما يعرف يغوص هذه يمحنه البحر
استوالك موقف تذكر موقف استوالك؟ والله ايش بقول لك يعني بتضحك من حالتي اللي وقعت فيه يعني طالع مع الشايب كذي واول بدايتي اول بدايتي بعدي تذكر عمرك كم؟ اول بدايتي كذي والله بقول لك يعني ودر 14 12 سنه كي طالع معي كذي للصيد زين للصيد سبحان الله يعني يعني جي دوران وما تعرف ايش وما طالعين للصيد حن للصيد هو اليدر بس انا قلت غلبت يعني زاد علي الدوران كذي وخذني بذيك بالنايلو هذيك ضربني هو يباني يتمهر زياده لكن ضربك الوالد ضربني الوالد ضربني لكن قلنا له طوله يعني الوالد طوله لكن الحمد لله في اولاد اخوي طلعوا وهو شايب لا يزال وحن كشاتكي نطلع زين نطلع اقول لك من البحر روح ما استوى لك موقف مثلا صار عليك عواصف شيء من هالقبيل لا ما استوى لا الحمد لله الحمد ان شاء الله ما يستوي الحمد لله يسلم الله بني شام ويقولوا يسلم الله بني شام وحن ما استوى شيء ان شاء الله ما يستوي لك ما يستوي لنا شيء الحمد لله زين صالح بتخبرنا عن الشلات طبعا البحر له شلات له رمسات يوم تمشوا يوم تيروا خشب يوم تمشوا للصيد ايش تقولوا لكل شيء له شلة معينة لكل شيء له نعم له فن معين نعم ايش نعم. بتبدي اول من وقفت مثل السفينة ولا الحاجات هذه مثل هم يبوا يعني لبدن ولا شيء هو اكثر فقريات لبدن لبدن عندنا لبدن قريات فيها بدن ما انهم سفاري كذي طلعوا مع هالصور يسافروا عند هالصور يسافروا ومسافرين ناس معني هناك كم منهم الشياب لا مسافرين نعم ولكن يوم حنس معهم هم يجيبونه ويعلمونه يقولون يغنون اغنيات يعني نقولهم ايش هذه قال هذه شلت ما شو عباره ايش السنبوق السنبوق هذه ايش قال هذه نزغ المرساه وهذه نزغ يعني المرساه. ايوه ويشلوا لها شلات مثلا الحين السفينه يعني ضارب مسواي لها باوره شلوا عليها شلت ايش يسموه شلت الباوره يا الله اول بيش تفتح بيقول الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وهذا منه هذا القبيل انزين قال لي يقول يوش قال فوق باوره يا هي البحريه متولمين تكون البحريه انزين شلت الباوره يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله انزين انا سمعت شيء صالح تفضل سمعت في اختلافات في لفظه معينه تفضل. بعضهم يقول مديمه بعض يقول شوباني انا ما ادري فهمني هاللفظه كيف اصلها شوف كيف اصلها حن ياتنا ذي الكلمه ياتنا ذي الكلمة الصراحة جديدة أي كلمة تقصد كلمة شوباني الشوباني يعني ياتنا جديدة هم يقولوا الشوباني هذه موجودة كلمة شوباني فن سمي الشوباني أنا صغير وعمري 36 سنة الحين أسمعهم أنا يوم يقولوا إنه الشياب أنا أسألهم أقول لهم هين تبوا قالوا إحنا اليوم معلم ديمي ما يقولوا شوباني لا ما قالوا إنه شوباني إنزين حنا سألنا واستمرينا في ذيك الناس مختلفات آراتهم حد يقولنا شوباني حد يقولنا مديمة حد يقول وهي خاطفة وهم حن قلنا الحين مديمة وهي إيش الأصل هي 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 في كل شيء موجودة اسمها شوف هي أول من جات سمها أفريقية يسموه كل الطبل يسموه نقومة يسموه نقومة هذه الافريقيه كلمه افريقيه حتى طبلهم اللي يضربون ما مفترض يعني لفظه افريقيه اسمها نقومة تعرف ايش تعني نقومة نعم ايش تعني الطبل كله رقص يعني رقص المعنى رقص نقومة يسموه الطبل هذاك يسموه نقومة وحتى كلمه المسوندو دي لو بتدورها احنا ما جابوهم هناك اسم مسوندو وحتى عندهم هناك يسموه مسوندو احنا سافرنا فلكنا نتحرى عن الاشياء وقالوا لنا هذا موجود كذي اسمه مسوندو انزين وتقول انت مديمه والاصل هي اسمها مديمه هي اسمها مديمه بس الشياب والشباب الحين قال شوباني انزين صالح كلمتين هناك الشوباني
عند عند الله هني يعني هلنا هالصور وهلنا هالقريات يسموه الشوب الشوب الشوباني في صلال يسموه الشبانية. الشبانية ايوه هذيك عندهم هناك الشبانية هي نفس لكن نفس الفن يعني لا ولا هم ولا هم هم مختلفة؟ لا هم لا مختلفين الله عن الله مختلفين الله عن الله. انزين بتسمعنا شيء؟ نعم تفضل. ايش بتسمعنا؟ بسمعك وايد. سمعني ايش في فنون البحر؟ ايش بتسمعني؟ بسمعك في فنون البحر وايد اقول لك في مدح تبى مدح تبى يعني كلمات شو يعني قديمه. بدينا بشيء اول شيء مبادئ او ايش بده اول شيء؟ اول يوم يوم يكون الصبح يتصبحوا يقول اول صباح نبدي ذكر النبي ونصلي اول صباح نبدي ذكر النبي ونصلي صباح. زين هذا الصباح. هذا الصباح يوم 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 بيتجهوا للعمل. يوم بيتجهوا للعمل. زين ماشيين مطلوبين من قاعد حد ولا شيء يعني الصباح كذي يعني فترة الصباح يشلوا هو ذي الشلات ذكر يا نبي وين صليب الله بصباح الخير رزقك على الله ياطر اول صباح الخير رزقك على الله ياطر. وهم ماشيين يبوها نوبة بالأفريقية يا صباح يا صباح اللي ما فيما يا صباح سالك اول ما بادي عن خبر فضار الدادي. احنا خبرنا اللي يفضل الداد يكون مع زميلتي عائشه ومسابقه الجمهور وسحب الجوائز. تفضل يا عائشه. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين رجعنا لكم بحضورنا الكرام. حضورنا مستعد للقرعه؟ ما اسمع شيء. اوكي بسم الله ونبدا بسحب رقم اللي بيكون فايز ويانا بساعة مقدمة من نور مجان. رقم 144 144 ناخذ الرقم اللي بعده. موجود خلاص يستلم جائزته. رقم 144 موجود يتفضل معنا لمكان سؤال الجمهور نتعرف عليه. بس 144 تفضل نتعرف عليك. يوسف عبد الله خلفان الحسني. يا هلا والله منورنا الليلة. من وين؟ بركة. يا هلا والله بابنا ولاية بركة. شكرا لك اذا انت فزت معنا بساعة مقدمة من نور مجان للساعات. الحين نبدأ قرعة السؤال للجمهور. بسم الله. رقم 175 175 يتفضل معنا إلى نقل الصوت. موجود نتعرف عليك. سالم خميس سعيد القاربري. من وين اخ سالم؟ من ولاية نخل. نور سالم. سؤالك يقول بطرشك يا طارش بلا مكلوفي
واقصد على عامر بالشعر منصوفي. هذه الأبيات هي فن الونة أم فن التغرود أم فن الرزحة؟ عود السؤال. أعيد لك السؤال مرة ثانية. بطرشك يا الطارش بلا مكلوفي، واقصد على عامر بالشعر موصوفي. هذه الأبيات تنتمي إلى أي فن؟ والرزحة. فن الرزحة؟ أيوة. متأكد؟ متأكد. متأكد؟ نعم. أعيد لك الخيارات، هل هي فن الونة ولا فن التغرود ولا فن الرزحة؟ تغرود تغرود التغرود. فن التغرود؟ متأكد؟ متأكد. ألف مبروك، هو بالفعل فن التغرود. شكرا لك، لقد فزت معنا ب 30 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان برنامج الثاني. إذا جمهورنا، إذا فن التغرود هو فن بدوي متوحد القافيتين، ويمارسه أهل البادية في لياليهم. شكرا لكم جمهورنا، وراجعي لكم بس بعد شوي. أدهشتني صنعة في هالبحور، أدهشتني صنعة في هالبحور، غاب ذهني هيمت عقلي وهام، هام ذهني غيبت عقلي وهام، من كراخين اللواليب تدور، من سكاريب بذيات عسام. قلت له يا قنبطاني هالميل، أسمع منادي ينادي في الظلام، هالمنادي في فرقة بحرية راح تمتعنا وراح نستمتع معاها أكيد بهازيجها البحرية. رحبوا بفرقة قريات للفنون البحرية، يا مرحبا فيهم.
والألف ألفت المثل من كل فن متوسفا وابكي عصورا غايبة الباب دان الشيب ولا مكمل سن سود العوارض منها الفودة شايبة. نقول مرحبا للشايب والوالد اللي موجود معانا اللي أكيد راح يطربنا بشلات متنوعة من فن الرزح. الوالد مساك الله بالخير. الله بالخير. كيف حالك الوالد؟ عافاك الله. أنت بخير؟ الحمد لله. الوالد ربيع؟ ربيع بن حديد بن ربيع السناني. السناني نعم. مرحبا فيك الوالد. كيف حالك؟ الله يعطيك الخير. أنا وياك إن شاء الله. يا مرحبا وسهلا. يا أهلا بيك. علومك الوالد؟ سلام ودوم. خبرك؟ سكون. حياك. من صوبك؟ مشي. ما عرفنا بشي. بهو. دامت علوم الخير. دامت علوم الخير إن شاء الله. إن شاء الله. الوالد؟ نعم. إيش من الفنون معك؟ والله عندي لسان أنا. أنت عندك فنون بحر أكيد عندك فنون بحر. وانت راعي بحر؟ راعي بحر لكن راعي البحر عاترا لك في الفنون البحر غير. اه ونحن عاد انت راعي بحر ومعك فنون بحر لكنك تبعت فنون الرزحة. الرزحة ايوة نوبة الرزحة معك موجودة. زينة 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 منها وايد وايد. لا لا ليش يتلقط؟ تلقط شوي أيوة. من هني ومن هناك. مني ومن هناك. هيش بتعطينا من هني وايش بتعطينا من هناك؟ اللي يحصل. اللي يحصل؟ نعم. حني سد اللي يحصل ان شاء الله. ايش يقول؟ يقول أهل السفر شفوني من مسكي وزباد. أهل السفر شفوني من مسكي وزباد. ورد وشميمة ورياح المعطرة واللي توشح بالسلب ما عليه زياد كأنها أمر تولم وبيا حيدرة. كيف كيف كيف؟ يقول أهل السفر شفوني من مسكي وزباد. أهل السفر شفوني من مسكي وزباد. ورد وشميمة ورياح المعطرة. يسده ورد وشميم ورياح المعطرة واللي توشح بالسلب ما عليه زياد كأنها أمر تولم وبيا حيدرة. إنزين تسمع كيف؟ إيش بعد؟ بعد يقول شيء مشير سيسم ونعناع وخزام. شيء مشير سيسم ونعناع وخزام. وشيء مشير سيسم ونعناع وخزام. وشيء منه انتفل ومداد يضيعه. أهل السفر لا تشحن من راك وخزام ودع المغربي وسيار القرنفلي. شم الشير سيسم ونعناع وخزام وشي منهن شي منهن تفل ومداد يضيع. وشي شم الشير سيسم ونعناع وخزام وشي منهن تفل ومداد يضيع. راعي السفر لا يشحن من راك وخزام ودع المغربي وسيار القرنفلي. ودع المغربي وسيار القرنفلي. إنزين غزل ذي غزل غزل خليه يتغزل وانت تغزل الوالد. يبالي بعيد. انزين كيف يشلوا الوالد من ساعة قلت لي تشل ناحية لال نايحة هي نايحة نايحة أيوة. يقول أحد نايح أحد يقول ناحية ناحية هي نايحة ولا ناحية كل واحد. إحنا عمانية يعني 25 كلمة معنا ما العمانيين الكلمة نسوي لها 25 كلمة. 25 كلمة أحسن. لكن يقول يقول خلهم يميلوا براسهم مع الوالد. خليهم يميلوا براسهم. ها يميلوا براسهم يعني ما اه لال إلالي إلالي لا ويا جرب يورا إلي بدن جرب ألا لولولو معادن ويشيحن إلي أنا ما إليك. جرب يورا إلي بدن جرب ألا لولولو معادن ويشيحن ويوهر مكالي وحسن من يوهر عدن إليني يبا يوهر يزايد في ثمن. كيف 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 عد لي هذا الكلام هذا. يقول أنا هم عليك تهل بيوراع البدن. أنا هم عليك تهل بيوراع البدن. هلب على لول المعادن وشحنة. هلب على لول المعادن وشحنة.
يوهر مكلا أعلى من يوهر عدن. يوهر مكلا أعلى من يوهر عدن. اللي يبى يوهر يزيد في ثمنه. يلي يبى يوهر يزيد في ثمنه. يوهر مكلا أحسن من يوهر عدن. يوهر مكلا أحسن من يوهر عدن. يلي يبى يوهر يزيد في ثمنه. صحيح. يلي يبى يوهر يزيد في ثمنه. ترى يوهر. السلام عليكم. تسلم الوالد. سمحني. كلامك يوهر. أحسنت. جزاك الخير. كلامي ما زين لكن لا زين وزين معناك. تسلم الوالد. تسلم. حياك الله. يا مرحبا فيك. أعزائي نطلع فاصل ونعود لزميلتي عائشة لسحب الجوائز والأسئلة. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم جمهورنا الكريم وفقرة الحماس وفقرة الجمهور وفقرة القرعة. بسم الله، مستعدين جمهور؟ بسم الله. ونسحب رقم القرعة. ولا تزعلون. رقم 176. 176 يتفضل معنا للمنصة. تفضل. شكرا لك. طبعا انت فايز المرة الثانية. نعم. ألف مبروك. نتمنى أنك تكون مستمتع معنا ببرنامجنا. أنت ومن حاضر هني الليلة؟ لا أولادي. أنت وعائلتك؟ نعم. طبعا ألف مبروك عليك الجائزة مقدمة من نور مجان للساعات. بارك. ألف مبروك. طبعا نرجع الحين لسؤال الجمهور وللسحب مرة ثانية. إن شاء الله اللي ما فاز قبل يفوز الحين. رقم 182. 182 موجود. يتفضل معنا يتقدم أمام المايك. تعرف عليك أخوي؟ محمد بلوشي. يا هلا والله محمد، منور معنا الليلة. سؤالك أخ محمد يقول: واحد من هذه الفنون يختلف في طريقة أدائه، هل هو فن العيالة، فن الرزحة، أم فن الداندان؟ هذا عاد داندان داندان. متأكد؟ مرة. طبعا الإجابة إجابة صحيحة ومبروك عليك. فزت ب30 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان البرنامج الثاني. محمد أنت ومن حاضر الليلة معنا؟ والله أنا وإخواني. من وين محمد مشرفنا؟ والله من ولاية السويق. يا هلا والله بولاية السويق، تحية لأبناء ولاية السويق. طبعا تستلم جائزتك الحين الداندان. أعزائي المشاهدين، وهو له اسم آخر يسمى المسبع أيضا، هو لا يزال يمارس الداندان أو المسبع، يمارس في منطقة الباطنة، والأبياته منه المسبع ومنه السداسي والخماسي. شكرا جمهورنا العزيز. فاصل وراجعي لكم. بيكسر عليك احوال، حد يستميلك ولد وحد يستميلك خال. جايب من الكويت صوره ويات ميامرة، انا عجبت شوف الهن. لازلنا اعزائي المشاهدين والحضور اللي متواجد معانا رامسين ومترمسين
في قديم البريسم. اكيد احنا مستمتعين وياكم، وايضا نتمنى ان نكون ممتعينكم في فقرات قديم البريسم. فقرتنا التاليه طبعا نذكركم اول باللغز، ومنها نكون مع الضيف، وايضا نستمر في تقديم الفقرات الاخرى. يقول اللغز: كان صلينا على النبي، على النبي صلينا وخلصنا العمل، على النبي صلينا وخلصنا العمل، يا ربي يا فاتح بواب مغلقة، على النبي صلينا وخلصنا العمل، يا رب يا فاتح بواب مغلقة، عن ماشي يمشي ولا يله رجل، بين السماء والأرض وشمس الشارقة. هذا السؤال عندكم ثلاث حلول: السحاب، القلم، السفينة. السحاب، القلم، السفينة، هذه هي الحلول. ما عليكم إلا أنكم تراسلونا على العنوان الموضح على الشاشة. نعود للضيف، نعود لصالح. أبني لك ساسن من ذخاير معدني، ترابه من المغربي زمرد حصاه، انظري داري وانت يا الباني بني، إلى انقصر ترابه هات لي شروة. إلى انقصر ترابه هات لي شروة. إيش من هات بتحات لي؟ بجيب لك، بجيب لك يص، بيكون يص. تبان ابن بيص؟ بن ابن بيص أقوى يص. بن ابن بيص. إنزين، البحر، البحر عندك نهام صالح. نهام، ونعم النهام. تبى نهام انهم؟ ايه النهام هذا طبعا عملي، عملي عملي. وقت، وقت يعني يكسروا عمار او الشراع او الطالع، او يا انهم قال يقول يا يطالع، الطالع هي شغلة عملي، يا ان طالع من سفينة أخرى، يعني قالوا يقول الحين يا ما طالع، قال طالع يعني طالع إيش؟ طالع يا إن عمل، عمل عمل. إيش الصوت؟ عملي يسموه صوت في الرزح، صوت رزح يسموه صوت رزح. لكن ليش الرزح تختلفني؟ هذا صوت بحر، نهام. نهام، النهام هذه جات من هل من من هالكويت وهال الامارات وهالذي، يعني هناك يقولوا النهام، الدول المجاوره يعني. ايوه الدول المجاوره. احنا نقول الا المصوت، الصوت يصوت المصوت يقول تام بها والموي ماله، تام بها والموي، الرداده يردوا، الرداده يردوا. مثلا الفرقه اللي الصوت اللي مع مقدره، أنا مثلاً عندي صوت، عندي يعني حنجرة، بصوت بلحق عندهم. إيش هم؟ إيه ردتهم؟ إيه تابي، إيه والموي، إيه والموي، إيه مرة مرتين ثلاث، صوت لم صوت. وهم إيش يقولوا؟ هم يردوا إيه تابي، إيه والموي، كلهم إيه تابي. اللي مصوت يتسمع، يتسمع راع الكاسر، يتسمع راع الرحماني، يتسمع ويتصوخهم، يسمع نغلة الكف، نغم بالصوت عاد. يا سيدي ما لي حد، ما لي حد، يا ما لي حد، تابي. هم يرضفوا عليه تابي، هي والموي ياب منه. مرت على القنطرة يا سيدي، ولقيتها تيري، وقلت لها يا قنطرة ما مروا عليك أهلي، قالت نعم ريتهم في ليلة القدري، ويا الروخ شاب الهوى، وخلوا دموعي تيتيري، تيري على الغاف والغفغاف والسدري. وهذاك هو، وهم يكيسوا عليه ويضربوا عليه كفو. نثر اللي الكلام نثر. يقول، يقول مريت على القنطرة ولقيتها تيري، قلت لها يا قنطرة ما مروا عليك أهلي، قالت نعم ريتهم في ليلة القدري، يا الروخ شاب الهوى، وخلوا دموعي تيتيري، تيري تيري على الغاف والغفغاف والسدري. والبنت تقول امها والبر من يابه، قالت كلي وشربي غزل غزلنا به، ستين بيسه وما يملن حالي، بشريبه انكسبه ولا قوت لعيالي، من مكه محيط ذنوب ومن يد الخبر ياني، حيه بالشريف حمود حاكم بر يزاني، عدن مسكنوك يهود فيك الشيخ برهاني، مقلي بندرك مقصود وفيك السنيار فرحاني، نيري في قبيب سود، سود طمس ليحاني، انتخنا الشحر في الليل عديناك يا الحامي، مطلاق اليزاير كوس عليهم من باغي يعماني، من ريزي لي صيحوت وضح ومزير الخشابي، دمر هي علي فيوت وخلاها مرمد كابي، مصيره مصير مصيره مصيره فيك العشب روياني، الحد ما زرات خدود على طيبات ومعاني، مصيره
مصيرك السقاك اليود وفيك العشب روياني الحد ما زرات خدود على طيبات ومعاني لعيق يا سرتي منشود دفرني وطحت غمراني الرشي صايقك مفنود ذهب وحروف حمراني ايش في العيقة؟ العيق يا سرتي منشود دفرني وطحت غمراني العيق يا سرتي منشود دفرني وطحت غمراني الرشي صايقك مفنود ذهب وحروف حمراني يوم لفريق السمان من العين جنعانه مشيت ينزبار بغيت رنزي يعطوني قالوا تمر ماشي جيت مربط عيوني مخامخة خيصت الريحان وتنبه كل غمراني الشيري الشري شيدت بنيان بحيف وعظام نمراني هني عاد سقاك الله يا عرود يا ديرة بن سناني يا نسل الكرم واليود مهني وعبد الرحماني يا سنيسل عليك باعود لان عشت والرب ابقاني وايد من ذلك وايد 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 حيو حيو صح تسلم وايد هذه وايد غازي صالح تعرف صاحب الكلام صاحب الكلام يميع ود منصور الله يرحمه من اسمه هذه كلام يميع ود منصور الله يرحمه كلام الله قديم رحمه. قديم هذا قديم نعم قديم وايد قديم نعم قديم هذا ألف 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 من زمان حن ما نحفظه لكن سمعنا الشياب اللي هم مسافرين وكذي واستنتجنا منهم قالوا حنا أول يوم نسافر ونجيب هذه الكلمات ما عندنا كان هذه الكلمات ليش يقول نطيش يغنوا هو شيطان انجو شيطان انجو هذه عندهم هل 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 الأسفار اللي كانوا في الخليج العالي يسموهم ايش يشلوا يا مال او يا مال يا مال يا مال صوت يا مال يا مال هذا لا من تنبع عليهم ود منصور قال يقول افا هني هي اول بدايته ما نقول يا مال حن ما نقول يا مال نقول يا املي هم اول من 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 هو ترى ريال ريال يعني مهوي ويتمرر على كل البلادين هذا يتمرر على كل البلادين وياب من هذه المنتوجات يا بالمنتوجات هذه وناس متصوخه مثل ما تقول رمسه الشعراء الله يرحمهم صحيح. الشايب ود وزير وحافظ وهذا الله وحن يعني اولادهم حفاتهم الصغار حنا نتعلم من تعلمتهم ما ننسى صحيح. الفن هذا وحنا باقي فينا المعروس هذه حافظين صحيح. وحن يوم بنكون عند الشياب بنسالهم ابوي كلام من هذا كلام من هذا من قاله وهذا قالوا شياب مساكين هذا اول يوم نسافر قالوا كلام فلان يعني المهم ان هذا كلام الموروث نعم تسلم صالح الله يخليك بنعود لك بس ايضا عشان ما ننسى الجمهور موجودين تمام والجمهور احنا نطيب لهم خاطرهم يستاهل الجمهور حبايبنا تمام الله يخليهم نطلع طبعا لزميلتي عائشه في سحب قرعه الجمهور وايضا اسئله ونعود لكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية رجعنا لكم جمهورنا الكريم وردينا مرة ثانية لفقرة القرعة وسحب رقم الجمهور أربعمية واحد رقم 401 يتفضل معنا 401 تعرف عليك اخوي سعيد سلمان سان فضيلي يا هلا سيد من وين جاينا بقيت بركة مبروك عليك فزت بساعة مقدمة من ساعة نور مجان شكرا لك نرجع لسحب الجمهور سحب السؤال بسم الله مئة سبعة عشر تعرف ليش اختي مشاعر زجالي هلا والله مشاعر ايش حالك من وين جيت لنا مشاعر من ولايه بركه يا هلا بكل ابناء ولايه بركه
سألت شخت مشاعر يقول ما هي الولاية التي اتخذت نخلة المبسري شعرا لها؟ أول خيار ولاية بدية، ثاني خيار ولاية القابل، ثالث خيار ولاية إبرة. أعيد لك السؤال مرة ثانية، ما هي الولاية التي اتخذت نخلة المبسري شعارا لها؟ هل هي ولاية بدية ولا ولاية القابل أم ولاية إبرة؟ بدية. فعلا هي ولاية بدية. ألف مبروك فزتي ب30 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان البرنامج الثاني. ولاية بدية أعزائي المشاهدين تشتهر بنخلة المبسلي، أو هو شعارا لها. نخلة المبسلي من النخيل المشهورة بها ولاية بدية، ويقوم أهالي الولاية بحصادها، وذلك بالتبسيل للاستفادة من بسرها، وبالتالي إما بالبيع في داخل السلطنة أو بتصديره للخارج. شكرا لكم، خليكم معنا وراجع لكم. لازلنا رامسين ومترمسين معاكم في برنامج قديم البريسم بالبرنامج الثاني من تلفزيون سلطنة عمان. يقول صرها المودة يوعر بعوق أبعلة سهلة وخفيفة، صرها المودة يوعر بعوق أبعلة سهلة وخفيفة، عظمه نحل من قوة الشوق آزا شراسير السفيفة. الشوق شوق طبعا شوق السفن، شوق المواطن، شوق الأماكن، هذا طبعا دائما اللي ينادي فيه البحارة. معانا طبعا الحين الفرقة واللي راح تأدي وصلتها الغنائية. نتمنى لكم إن شاء الله وقت موعد ممتع، وحي الله بالفرقة.
رجعنا معكم أعزائي الحضور اللي معانا طبعا على مسرح حصن الفليج في قديم البريسم. وأعزائي المشاهدين نكرر اللغز ونعيده لكم، اللي كان يقول على النبي صلينا وخلصنا العمل، على النبي صلينا وخلصنا العمل، يا ربي يا فاتح بواب مغلقة عن ماشين يمشي ولا يله رجل بين السماء والأرض وشمس الشارقة. هذا السؤال الحلول هي ثلاثة، طبعا السحاب يقول واحد، اثنين يقول القلم، ثلاثة السفينة. اللي طبعا يعرف الحل يرسله على العنوان الموضح على الشاشة أدناه. أيضا نعود للضيف، الضيف صالح السناني. يا حي سهلي ما قصرتوا، الله يعطيك العافية. وانت نهام 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 وصوتك شجي. لا احنا عاد سمعت وش يقول صالح؟ احنا عاد ترانا لمن النوع ذاك، يعني تتبع اللهب؟ لا ما عندنا، ما عندنا ذيك الزود يعني. لما قصرت ما عندنا ذيك الزود يعني، لكن يوم ساعة يقول يا نطارش مشيت بلا عقل، متولى من في دي عصاي وخنجري. هذا احنا الحين كذي ترى نساير الاشياء ذي، احنا نباها على حن الشباب، نكون كنا نتكاتف عليه الفن ذي. ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله الشباب ما يقصروا فيني، ما يقصروا. سمعت صالح ايش يقول؟ يقول يقول قمت اشلف سعيد لفت الخير، قمت اشلف سعيد لفت الخير، زارع محشة معلم به من شومة العام لفت الخير، بولاي فنه ما علم به. لا ما علم به. قمت اشلف سعيد لفت الخير اها، ولي لايف انه زارع محشة معشة معلم به من شومة العام لفت الخير، وبولاي فنه معلم به. الشومة، شومة اللي شمتوه بيكون ذيك اللي الشومة اللي شمتوه. حن شمنا ترى نوينا زين يينا، حن عاد الحين يوم يينا يبنى يينا 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 مسافرين حن كنا اول هني، الحين وسافرنا الحين عاد يينا رادين. والشومة، الشومة اللي شمتوه حن عاد الحين حن عاد بنعلمكم اللي يبنى ايش اللي يبنى حن من السفر منا. ترى بنسألكم، حن تسألونا نسألكم عن شومة البحر والسفر، حن بنعلم اللي جايبين بتعلموه به. ما بيوبه هو، لا بني هو يقول لي لا يفنه، هذاك يقول معلم به. لكن وصالح حن بنعلم به، حن جايبين الديري والمزغو، الديري والمزغو والقوصرة، هذا اللي يبو من الأسفار. ايش يقول هناك؟ ايش يقول؟ يقول انهب اليافي تمريح ويوساي، انهب اليافي تمريح ويوساي، حبة كراشي وبسكوت موتاي. حن جايبين بسكوت. ايش اليافي؟ اليافي البراد ذي، البراد هذي هذي على البحر، يافي يافي يسموه، حد يافي وحد يقول صياني وحد يقول صوري وحد يقول، وهذا أسامي عديدة له يعني، هذه عديدة وايد. حن نقول غير اليافي تمريح ويوساي، تمريح ويوساي لنهب اليافي تمريح ويوساي، حبتك يا راشي وباسكوتم وات، حبتك يا راشي وباسكوتم وداي، حبتك يا راشي وذيك. انزين هذا ترى في السفينه يتمرروا في السفينه، يجيبوا كلمات رزحه، كلمات ميدان، اللي هو اللي هو عنده ياب يتسامروبه. نعم. انزين يجزر الوقت يوم السفر، ايش يقولوا، ايش يسووا يوم السفر ترى غناهم هو ذي يتقصدوا، اللي حافظ ميدان واللي حافظ رزحه يجيب رزحه. انزين في بعد نوبة ترى يعني يرزحوا بنيل الميدان ورزحه خير ان شاء الله، لكن من اغاني البحر، من اغاني البحر ترى هم عقب من يو يعني جايبين هذا، يقولوا عاد من غير هالشله، من غير هذه الشله طيبوه هذا بكلمه هو يا ايه وطلع يا عود الاخضر، هو يا ايه بنعبر، انت سالم بنعبر سالم من البر، هو يا ايه وطلع فرحانين جايين فرحه السفر، جايين من السفر يوم هناك، واللي اللي 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 بيو عاد عند بيت النوخذه بهوستهم بهيصتهم، وبيو بيلاجوهم الحريم والطفلان هردان كذا والطفلان. هلاك عاد يوم يقول عاد المصوت، يقول عاد المتكلم، يقول بيكثر عليك احوال، بيكثر عليك احوال، ها بيكثر على سفره زمان الصيف، بيكثر عليك احوال، حد يستميلك ولد وحد يستميلك خال، كساعة جاية تبشور خالي عمي هذيك جاي من الشومة، جاي من الشومة، جاي بشي معه، جاي بشي معه، جاي بديري، جاي بالنمل البصرتي، كلهم يبوه يجيب، بيكثر عليك احوال، سفرة زمان الصيف بيكثر عليك احوال، حد يستميلك ولد وحد يستميلك خال،
يا خالي ويا ولدي. كلهم يقولوا نبا نبا. هو عاد فرحان الحين بين همك انت ما بين همك خوي ولا بين همك ابويا عمي خالي فلان خالي يا بتبشوره بيبشرنا. زين ايش بعد؟ بعد وايد حرامسين تراني حرامسين والشباب هذا على السفر معني قلت لي وهم رادين من السفر يرمسوا رزحة يرمسوا ميدان كل شيء فظهر السفينة فظهر السفينة كله اللي عند اللي هو كان شاعر يجيب من راسه يجيب واللي هو ذاك يجيب زاهية اللازه يقول بنكش لحظية خنجر وشال وخنجر وحرزة والمصار شال وقلت اللي بكم وقال لي بربي وقلت ببلاش يا ولد الحلال كيف 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 زاهية يا لاسه بنكش لحظية خنجر وحرزة والمصار شال وقلت لي بكم وقال لي بربي وقلت ببلاش والد الاحلى تبى بلاش يقولوا واحنا الا انزين احنا الاحلى ما ببلاش والميدان ايش يقول الميدان يقول هذا الميدان وايد يقول الميدان هذا كله على ظهر السفينة هذا كله على ظهر السفينة يترمسوا يقصروا وقت الميدان يقول جايب من السوق من نسلام جايب من السوق من نسلام من واحد من جايب من السوق من نسلام واشوف اتفق بان مسيبة نحن سمعنا من الوايم من الوا يم يصيح يم نحنا سمعنا من الوايم وخايف علي من الوايم يا اهل الهوى لكم من سلام وذاك الحلو بان مسيبه من سلام يايب من السوق من سلام وشوف اتفق بان مسيبه نحنا سمعنا من الوايم وخايف علي من الوايم يا اهل الهوى لكم من سلام وذاك الحلو بان مسيبه انزين يستاهل الحلو قال صوري ويات جايب من الكويت صوره ويات ميامره انا جبت شوف الهن كيف فعلت الولد خياطين ولدك دحق سمن عذرنا من خياطه هنود خياطين حل من خياطه هنود عذرنا يوم انتو هنود خياطين حل من خياطه هنود عذرني حل لبسنا دوم صوريات وفي زينه العيد شوف الهن قال خطف راعي البوم خطف راعي الميل بوم القاط خطف راعي الميل بوم القاط فنزل وشربت سمن وبريسم نوبه فنزل وشربت سمن وبريسم لكن عاد امس ليخ الكراخين حن راخين للكلعت ليخ الكراخين وما بقى انا المال ابيديني لا تمشي مع هنود الكراخين ترى ما ينيد الثوب بيديني اعرفك تبا ثوب ومدروز خدمه زاري ونقشت بالرئيس وحن حن 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 غرمانين في الشيء ذي حن غرمانين وايد معني ايش هين هين نبحن وهين بنمشي انزين اقول تفضل انت غرمان حن وايد فيه. وايد غرمان وايد مر لين الصبح لين الصبح علينا الصبح ما حد يشيلنا ويعقلنا لك صوب بس شيل يويو والله تمحن يو 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 وحليلها البنت يا نت عد ولد ما يشيل بيت عمره ولد ما يشيل بيت عمرها نخلي الفلاي وبدين الحق شفنا فلي انس وفلين أبوسي يحكي بدين الحق ترى ما بحكي فلان وفلين أنت ما تنظر عمانيا نتعاد سلطان قابوس عمرها ردها مرة ذي وحليلها البنت ينتعاد وحليلها البنت ينتعاد ولد ما يشيل بيت عمرها نخلي الفلاية وبدين الحق شفنا فلي أنس هناك وفلين أبوسي يحكي بدينا لحق ترى ما بحكي فلان وفلين انت ما تنظر عمان ينتعاد سلطان قابوس عمرها اي أيوة والله اي أيوة والله الله يدومه تحيله
هذه عند الترويع النفس، هذه الميدان، هذه عند الترويع، هذه يريحوا على نفسهم في السفينه. هذه نعم اكيد بعد يريحوا، يريحوا بقصافي، قصافي قصافي بتشيل لي قصافي، يجيبوا قصافي. حن عندك حن عندك ايش يقول القصافي؟ يا لالي يا لالي لالي يا لالي يا لالي لال إله لالي لالي لال يعاتب يعاتب واحد سمال الحليس يا حليس غني بطيب ولا تذكر اللي مضى يا حليس غني بطيب ولا تذكر اللي مضى واليوم بلادي خصب ردات في زمن الصبا اليوم بلادي خصيبة ردت وردت في زمن الصبا رد لي يبي لي غيرها بعد مرة يا لالي يا لالي لال يا لالي يا لالي لالي يا لالي يا لالي لال يا لالي يا لالي لال يا بزورك مكلل يا ماشي غني الزمان يا ماشي غني الزمان بعد ومخايل قريب تسقيك يا زعفيره هنا اني قاعد الحين انا هين قاعد الحين انت الحين قاعد في محفل الحين انا الحين اتهيأ عمري اتهيأ عمري انا قاعد في بلادك الشرقيه الحين هناك 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 اموت هناك ايش تبغى الشرقيه ترحبك احنا 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 اكثر احنا اكثر احنا ودنا ترى نوبهم افواد فقريات اوه يوم ما تباني قرياتي دغمر تباني وتلاليبي هذه ترى هذه هذه قريات من اول من اول رعيه الطرب ومتواصله ما بين الشرقيه وقريات كلهم الله يرمسوا صحيح وهي ترى وهن كلهن هذيك يقول برا عمتي وصور والدتي وانت ايش تقول حنا نقول كلهن حنا نقول كلهن قريات والشرقيه كلهن اخوات كلهن كلهن والدتك كلهن كلهن والداتي يلا كلهن والداتي ما اقدر اذمهن اقول ومسقط ما اقدر اذمها تشيل ناحيه صالح ناحيه اللال ايه هات مقصب نشيل نشيل مقصب اعطيني مقصب بصيح به اعطيك مقصب اعطيني وبصيح به شيل اللال بعطيك مقصب يا لا يا لا لا يا لي علي لا علي لا يا هادي يا من حضر كف اللوايا ويا من حضارك فو والملام ويا اولي الملام كسرها كسرها عاد يا من حضر كف اللوايم يا من حضر كف اللوايم كف اللوايم ويل شل عندك شل عندك اللي حضرنا يا لابتي يا من حضر كف اللوايم والملام كل جراحته تسهر وتوجعه شوفه بعيونك ودعاها الطيور تنام صحته وصياحك هالميت ما ينفعه حنا الحين هين حنا الحين هين حنا الحين هين عنكم انتو صدقني يعني نبكي بحبره تسلم صالح تسلم حيو صالح شباب جزاكم الله خير احسنت صالح جزاك الله خير ما قصرت الله يخليك جزاك الله خير ويسلم هالحس الله يخليك وعليكم زود ومن مثلك وامثالك الله يخليك الله يخليك عمان تفتخر فيه الله يخليك الله يخليك وانتم ابكم زود وانتم اللي تحافظوا على التراث صالح
نعم تسلم. نعم. تسلم. نعم. ونتمنى إن شاء الله جميع الشباب يحضوا حذوك. آمين إن شاء الله. مشكور. نتمنى صحيح. لهم. تسلم أحسن. الشباب ما مقصرين يعني بيوبهم. نعم. ونسمعهم في الإذاعة. نعم. يوم يجيبوا كلمات الميدان. صحيح. ويزاهم الله خير ما ينسوا ما ينسوه الحرفة هذه. نعم. الحمد لله رب العالمين. تسلم. ونقول حن هناك ترى حد حل يلدنا حل يلدنا يعني يشلنا يسندنا يعني. نعم. جزاكم الله خير. مشكور صالح. جزاك الله خير. حياك الله يا مرحبا. حياك الله. أحسنت. تسلم صالح. شباب طبعا حيوا صالح. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم جمهورنا العزيز طبعا لآخر مرة، لآخر مرة بس لليلة. نبدأ بسحب القرعة. بسم الله. مية وستين يتفضل معنا إلى نقل الصوت. نتعرف عليك. أميرة البلوشي. يا هلا أميرة. أميرة يا ويا من الليلة ويا الأهل. مبروك أميرة، أهلا وسهلا فيك وفي أهلك وفي كل اللي متابعنا الليلة وفي كل جمهورنا العزيز. مبروك فزتي بساعة مقدمة من نور مجان للساعات. تحية جمهور. رقم 140. 140 يتفضل معنا إلى نقل الصوت. يا هلا فيك. تتعرف عليك أخوي سليمان بن خمشير سعيدي. ممكن تقترب من سليمان بن خمشير سعيدي. يا هلا فيك. سؤالك أخ سليمان يقول أي من هذه الأماكن تشتهر بحرفة تقطير ماء الورد؟ هل هو الجبل الأخضر؟ الجبل الأخضر. الجبل الأخضر. مبروك فزت بجائزة نقدية قدرها 30 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان للبرنامج الثاني.
Thank you.
حلقة الليلة انتهت أعزائي المشاهدين، حضورنا الكرام انتظرونا في حلقة ثانية وجديدة من بريسم. بوادعكم 10 مرات يا أهل الكرم والجميل، رخصوا سفر يا ميالات، ميل يا عاشق بميل، كل ميل يا عاشق بميل للسفر، ولكن للشط الآخر من الحلقة القادمة. تمسوا بالخير وحياكم الله. ونقول يلا سارينا لنخذ